لا لا ما تشوف ما تشوف لا والله ما كاش في المطعم ما هو موجود وين المطعم موجود موجود إيه سيد الصدر هذا هذا هو الصدر سيد محمد باقر الصدر ليه في الدرمان وهو بعد تقريب شكل حوش أول شيء بدون الأمر بعدها آخر شيء بعد سقوط صفا شعلا حصلوا من عشرة أحد يومين وهذا الشيخ باقر شريف القرشي المحقق المشهور توفى قبل فترة قصيرة يعني قبل كم سنة شيخ البوصي سيد مهدي بحر العلوم مدفون بمسجد الطوسي يم حول امير المؤمنين هو كان مرجع الطائفه وهو اللي قاعد شافوه قاعد يركض بركضه طويله قالوا له ليش انت ليش تركض بركضه طويله قال شلون مركض وانا قاعد اشوف الامام المهدي يركض الله صلى الله عليه وسلم صوت في صار ما حسيت صوت في صار